بركاته، مساكم الله بالخير. مكملين مع بعض دورة الوصفات والمفرزنات الرمضانية على سنابي. وصفتي اليوم مالحة، اللي هي سويس رول بالجبنة والزعتر. الوصفة يا بنات جدا لذيذة، بعد التراويح مع شاهي، على الفطور قبل السحور، من ألذ وصفات الفطاير أو المعجنات اللي ممكن تذوقونها. وأهم ميزة فيها إنها سهلة التشكيل. نشوف المقادير مع بعض. مقادير سويس رول بالجبنة والزعتر: 3 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستعمالات، وملعقتين كبار سكر ناعم، وملعقة كبيرة خميرة فورية، ونص ملعقة صغيرة ملح، كوب ماء فاتر أو حسب الاحتياج، وعلبة زبادي تعادل 170 جرام، وربع كوب زيت نباتي. اللي بسويه الحين إنه كل المقادير هذه بخلطها مع بعض بالعجانة لين تتكون عندي عجينة طرية بس تميل شوي للقساوة. وبعلم ليش نبيها شوي قاسية. عجنتها تقريبا مدة 10 دقائق لين طلعت عندي العجينة ثقيلة ولا تلصق باليد. الحين بغطي بخلي ترتاح تقريبا نص ساعة. وهذه الحشوة ما شاء الله تبارك الله يا الريحة. تقدرون يا بنات تضيفون له جوز، عين الجمة، تقدرون تضيفون دبس رمان اللي تبون، بس كذا ولا أطعم ولا ألد، مرة لذيذة، جربوها. وهذه عجينتي بعد ما تضاعف حجمها وتخمرت سويتها بشكل دائرة. بفردها الحين وبحط عليها الحشوة، بعدين أوريكم السماكة. وهنا بعد ما انتهيت من فرد كل العجينة مرة واحدة، لاحظوا السماكة رقيقة لأني بعد ما أشكلها بخليها ترتاح مرة ثانية، فبيتضاعف الحجم. أهم شيء تسوونه بشكل طولي. وهنا بعد ما مديت كل الحشوة على كامل العجينة، أهم شيء بنات الأطراف نخليها بدون ما نحط عليها حشو عشان تمسك. طيب الحين انتهيت، أبرش شوي زعتر بس زيادة لذاذة. نبدأ بسم الله، أمسح الأطراف بشوي ماء علشان تلصق معي ما تفتح. أبدأ أبرم شوي شوي وأضغط. لما قلت لكم العجينة مثقلة في سببين: السبب الأول علشان تشكل معنا بكل سهولة وما تلصق، السبب الثاني بقول لكم وقت الخبز. أحاول أسوي بحيث إنها تكون كلها بنفس السماكة. بعدين نبدأ نقصص، أول شيء من النص، بعدين نص النص عشان تطلع مستوية عندنا، بعدين هذا قسمه نص، بعدين هذا نص وهذا نص. عندنا بالشكل هذا بنخليها الحين بالصينية، وتبي تتضاعف حجمها تطلع لنا شكل غير ثاني عن الشكل هذا.
وهذه التخميرة الثانية ما شاء الله تبارك الله تضاعف الحجم. أدهن بكريمة الطبخة وحليب سائل أو بيض أو بياض بيض معاه نقطة خل، أدخل الفرن. الفرن شغلته أنا قبل تقريبا ربع ساعة من فوق من تحت.